حنا اليوم غنتناقشوا معاك حول هاد الوضعيه اللي كيعيشها القطاع ديال التعليم العالي في المغرب، وغندوي معاك بصفتك كاتب جهوي للنقابه الوطنيه للتعليم العالي بالدار البيضاء ونائب رئيس المكتب الوطني. في الاول غنبغيو ندويو على البلاغ اللي صدر بتاريخ 16 ماي من المكتب الوطني. فهاد البلاغ هذا اعتبروه الاساتذه الجامعيين انه بلاغ جاء مسالم، البلاغ اللي ما فيهش شي، ما جاش بجديد، ما هذيك الانتظارات ديالهم ما وفاهاش هذا البلاغ. فشنو كتقول في القضيه؟ بالنسبه لي تنعتبر البيان اللي خرج على المكتب الوطني بيان اللي هو عنده علاقه بمرحله، واللي في حقيقه ماشي بحال البلاغات اللي خرجت على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي في واحد العدد ديال المؤسسات، ولكن المكتب الوطني عنده استراتيجيه ديالو، ربما المعطيات اللي عنده ربما الاستراتيجي ديالو تختلف على الاستراتيجي ديال الفروع الجهوي، وكيبقى هو المحاور الوحيد ديالنا، هو الممثل الشرعي الوحيد ديال النقابه، وبالتالي في حق احنا ما يمكنش الفروع الجهوي تجاوز المكتب الوطني. هذه مسألة اللي خصها تكون واضحة، خص نظامنا يكون نظام موحد، وخص المكتب الوطني يحدد النضالات وياخذ بعين الاعتبار هذا الحراك اللي كاين داخل الجامعة ويحاول يجمعه في إطار معركة اللي هي وطنية. من الميزات اللي ركزوا عليهم أنهم شافوا في أن البلاغ باقي كيدوي على في المستقبل، يعني كيدوي بصيغة المستقبل، وهذا الشيء اللي هما أصلا ضده، لأنهم هما كيطالبوا بحلول هو في حقيقة الأساتذة استنفذوا كاع تقريبا الطاقات ديالهم وانتظارات ديالهم، لأنهم بعد مدة ديال 12 عام ملفات اللي كتسنى 12 عام ولا ملفات اللي كتسنى 20 عام 25 عام وما كتحلش، في حقيقة الناس كتفقد الثقة حتى في الحوار. بالتالي زعما ملي تنقولوا الأساتذة غاضبين ولا الأساتذة ساخطين ولا السياء اللي كاين داخل القواعد، زعما هو في حقيقة نتيجة طبيعية ديال هذا الحوار اللي كاين، وربما هذا الشيء يزيد غادي مازال في التصعيد، لانه يمكن مازال ما يحبش هذا الشيء لانه انتظرنا الكثير. وهنا تنحمل المسؤوليه بالاساس انا الحكومه والمسؤولين هما اللي مسؤولين على هذه الوضعيه. اذا كان الاساتذه كيتفهموا وتينتظروا سنين هذه وتيديروا بلاغات مشتركه مع السي الدودي مع السي امزازي مع الاستاذ اللي كاين دابا حاليا السي الميلاوي، تلقى راسك بانك في واحد الوقيته هاد الحوارات وهاد البلاغات هذا ما بقى عندها حتى شي معنى. مختار السي ابو النصر ان هاد المشاكل هذه ماشي وليده اللحظه، وانما هي راه تعاقبت عليها ثلاثه ديال الحكومات، ماشي سهله. لا تنذكر دابا انه مشكل الدكتوره الفرنسيه مطرح من 1986، مشكل ديال السقف ولا التسقيف ديال الاساتذه اللي هما وصلوا للبي او اس سي مطروح منذ 2000، والاستاذ ما بقاش ولا في وضعيه جامده. مشكل الزياده في الاجور من 2002 ل 2003 ما تزادنا حتى شي ريال، وحنا في نفس الوضعيه. مشكل ديال النظام الاساسي الجديد اللي في حقه من شانه انه يغير الوضعيه ديالنا ويطور الوضعيه ديالنا، او على الاقل يرد الاعتبار ويرد الاعتبار المعنوي والمادي للاستاذ من 2012، وحنا تنتظروا اليوم تقريبا 10 سنوات. مشاكل اخرى جديده اللي برزات بحال دابا الاخوان اللي هما كانوا خدامين مثلا في التعليم الابتدائي او الثانوي والتحقوا بالجامعه من بعد الاجتهاد ديالهم، واللي عندهم واحد الاقدميه تقدر توصل حتى 15 عام، وهذه الاقدميه كتمشي كلها ملي كيجي يلتحق بالتعليم العالي. المشكل الوضعيه الماديه والكرامه الاستاذ، الوضعيه الماديه انا استاذ جامعي تيبدا ب 12000 درهم، وهذه خوانا الناس اللي كنت تفهم 12000 درهم في الدار البيضاء راه غير باش يكري ابارتمون صغير وراه خصو 4000 5000 درهم، راه باش يخلص على جوج وليدات خصو 4000 درهم ديال جوج ولاد خصو 4000 درهم. هذا الاستاذ غادي تشيط ليه من هذا الشيء كامل غادي تشيط 3000 4000، واش هذا استاذ جامعي كتسنى منه غادي يبحث وغادي يعطيه وغادي يكون في المستوى الدولي وغادي يقول هذا الشيء ما يمكنش. بالتالي انا تنشوف الوضعيه ديال الاسد اللي الله جاو اللي الله التحقوا هاد الناس هادو اللي تقريبا كتشكل واحد القاعده عريضه داخل التعليم العالي، عريضه لانه على الاقل هاد الشيء اللي ريكروتمون اللي جاو يقدروا يوصلوا، وصلنا تقريبا حتى شي 30 ولا 40% ديال الاساتذه جدد اللي وضعيتهم وضعيه خطيره. بالتالي ما بقاش عندنا فين ننتظر، ما بقاش عندنا فين نقدر ننتظر. يعني كتشوف ان مشكل تفكك النقابه غير مطروح، وانه ما عمره غيتعاود السيناريو اللي ديجا عشناه في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي.
اعتقد بانه الاساتذه الجامعيين والاساتذه الباحثين واعيين باهميه الوحده ديال النقابه ديالهم، واعيين وعارفين النتائج ديال التشتت وديال التشرذم اللي عرفته النقابات الاخرى، وعارفين كيفاش المكتسبات ديال هاد الفئات الاخرى كيفاش ولات كتضيع وكتمشي يوميا ولا من يسترجعها. وبالتالي واعيين منا بسميتو بمبدا الوحده ديال النقابه ومن بعد الوحده النضاليه ديال النقابه، حنا اليوم كاملين وما كاينش فينا اللي غتلقاه في هاد الاخوان ديال النقابه وفين تيدافع عليه، تيدافع على التشتت ولا الانقسام ولا هذا. ربما كتكون بعض الملفات اللي هي خاصه بواحد الفئه معينه، ولكن كنناضلوا عليها حتى من داخل النقابه وفين تيدافع عليه.